Do and don't. علق بالقلب. Do and don't. The less is more. ناكل هايلايت ناوين وانس ناكل هون هون. ناخد برونزر منبلش بأي ميلين بالدونت. بعد. ايه بعد. كيف عم لمية؟ مرحبا يا حلوين، أنا ديما. يعني عن جد كيف كنا من 5 سنين نعمل هيك ميك اب ونعمل فظايع بالوجه ونقول إنه توب وهي كانت الترند. I blame it on Kim Kardashian. ما بقى فينا اتحمل شوف حال هيك، حشيرهم وكمل. من بعد ما شلت الجريمة اللي كنت عملتها، هلأ بدي أخبركم الفيديو عن شو. هو عن الميك اب بال 2015 كيف كنا نعمله، وبال 2021 كيف صار الميك اب. يعني do and don't. علق بالقلب. Do and don't. قبل ما نبلش الفيديو بدي اقولكم انا مثل العاده بقرا كل الكومنتس اللي بتحطوها، وهالمره بدي اقول هاي لفاهمه، حطت لي كومنت كتير فرحني. بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه جمالوكي وتضغطوا على زر الجرس لتكونوا اول مين بيحضر الفيديوز. هلا خلينا نبلش جايز. اول شيء حيصير انه حطبق لكم الميك اب الدو على هيدي الميله والدونت على هيدي الميله، سو حيكون وجهي كانه مقسوم بالنص. حنطبق اول شيء فاونديشن. انا حاطه برايمر نجهز البشره. هلا بدنا نحط الفاونديشن. الفاونديشن كان بال 2015 سميكه، ما كانوا يركزوا انه يكون بقلب الفاونديشن قصص للاهتمام بالبشره، بينما بال 2021 صار التركيز اكثر على البشره. يعني بختار الفاونديشن اللي فيها الهايلورونيك اسيد، كثير بغلبت انا وقت اقول هذه الكلمه، وكمان في بقلبه SPF. يعني اي فاونديشن فيها سكين كير بنعتمدها بميلة 2021. الفاونديشن بال 2015 كانت هاي كفرج على هيدي الميلة. حطبق فاونديشن في بقلبه، خليني اعدلكم. اول شيء منا هاي كفرج، ثاني شيء فيها رجعنا للكلمة هايلورونيك اسيد و SPF 20، وانا حاطه برايمر فانا كثير محضره بشرتي وما بحط كتير. والبلندر دايما بحب طبق فيها الفاونديشن لانه اي شيء زيادات بالفاونديشن تمتصهم. هلا حيبلش يبين لكم الفرق كتير منيح. حنبلش بالكونسيلر. ما تقولوا لي لا امبلا كنا نعمل هيك. ونلونها من جوا دونت. بالنسبة للدو عن جد the less is more، لانه هلا نقطتين حيمدوا. بقيه الكونسيلر اللي بتبقى هون مرقه بشكل خفيف فوق العين. هلا بنبلش هون. بين لكم الفرق، انا شايفه فرق. طبقنا فاونديشن كونسيلر، بدنا نحط لوس باودر. لوس باودر عن جد انا كنت طبقه وبعرف حالي وكان عندي فيديوز وصور بتثبت هيدا الشيء، بس هلا بننساهم كلهم لانه الطريقه الجديده لتطبيق اللوس باودر هي احسن، وكمان كل ما حطينا اقل كل ما احسن. بنحط شويه لوس باودر بس شوي، اوكي بتعملوا لها تاب، نرجع تحت العين هون دو بنكبسها، بنعلي العين كرمال الخطوط العين اللي حطينا عليها كونسيلر ما بدنا اياها تجمع، فبنحط فوق لوس باودر فلازم نطلع لفوق. البلندر بكون عليها شويه مي مش كتير فوق العين، قد ايه طبيعي لهلا بجنن. هلا حنروح على الدون. برش بنحط عليها كتير، بدنا نعمل بيكينج وبنتركهم 5 دقايق كرمال تشربها البشره. هون اللوس باودر حطيناها خلصنا، ليكم هو بدنا ننطر 5 دقايق 3 دقايق منيح، بس بدنا نتركها بهيدي الطريقه وبدنا نكتر اللوس باودر. بهيدا الوقت حاعمل انا الحواجب. بنمشط الحواجب اثنيناتهم، هيدي شي بال 2015 و 2021 بعده نفس الشي. بال 2015 كنا نعلم الحواجب بطريقة أقوى وبنسحبه هيك على الطرف. هلا أنا بعترف 2015 أنا كنت علم حواجبي كتير بس ما كنت اسحبه على الطرف. بال 2021 بس بنمشط الحواجب، وبال 2015 كانوا كمان يمشطون ليثبتوا الحواجب. انا صراحه حبيت 2021 اكثر لهلا، اسهل بالتطبيق، احلى، بتخلينا نركز على وجهنا وبشرتنا اكثر من انه نركز على الميك اب. حنشيل اللوس باودر كمان. عندي انا بدي اشيلها. بال 2015
كانوا كتير يحبوا الألوان الغامقة على العين. هيدا الشيء 2021 بطل محبز. حنبلش هلا بالدونت، حنعمل بني غامق على العين. ما بعتقد كانوا يستعملوا ترانزيشن كولر، سو حنعمله بلا ترانزيشن كولر. حنحط على فلافي براش بني غامق وشوي شوي نعليه لميلة الحاجب. نحن ومنعمل بلند، انا ما بقدر اعمل ميك اب بدون ما احط ترانزيشن كولر، يعني لون انتقالي، مثل كانوا حاطين اللون طبس على العين، شي كتير بنخوف. فحاخد براش لأعمل بلند. فهي دونت 2015 16 17 18 اي سنة اللي كان دونت. حنحط لون افتح من قدام تنبلش بتدوق. كتير بتحمس لما اعمل انا ميك اب خفيف على العين، خصوصا لما اكون حاطة عدسات. اذا انتبهتوا يعني انه في شي فرق، انا اللي بيحضر لي فيديوهاتي اكيد بيعرف انه في شي فرق، بس اللي ما انا معود. هاي انا ديما، هدول مش عيوني. هلا بالدوس هاي بدنا نحط على فلافي براش لون كتير فاتح، انه ما انه فاتح، نيود، كتير دارج بال 2021 للنيود كولرز. بنمد اللون على جفن. انتبهتوا الفرق لهلا؟ اذا ما انتبهتوا انطروا بعد شوي وحتشوفوا الفرق. لهيدي العين بدنا نحط شيمر من قدام، صح؟ اختار شيمر ميل على لون الزهري من قدام. بهيدا اللوك انا ما حكون عم بحط اي لاينر، ححط نفس اللون البني اللي حطيته فوق العين تحت العين. هلا تما كذب عليكم، انا بعدني بحب احط بني غامق من تحت، بس هيدا الشيء ما بيعني انه ما فيكم، بس انا كل اللي عم اقول لكم اياه بهيدا الفيديو انه بال 2021 شو لازم نعمل تنبرز مفاتن الوجه. كثير دارج انه كل ما نخفف ميك اب كل ما احسن لنا. اللون اللي حطيته فوق العين ميلة الدو ححطه حمرقه تحت الجفن المتحرك. هلا صار وقت الماسكارا، بطل دارج انه يكون كتير محددين الرموش، فبس انه تحطوا شوية طبقة عليهم بطريقة طبيعية وبس. اما بالنسبة للدونت، هلا حنطبق ماسكارا على رموش تحتانية محل ما حطينا ماسكارا كتير. هايلايتر بالميلة محل وي دونت، فوق الخد ومنقربها لقدام، مع انه انا ضد انه نقرب اي هايلايتر لقدام لانه ببين البورز تبع البشره. ايه نعم كنت اعمل هيك. دارج انه نحن نفرج العين كبيره واسعه مثل ما عملنا هون، ما حددناها، بنعطيها مجال. كمان بنحط هايلايتر من منطقه العين من قدام. حنضيف زيادات، ناكل هايلايتر لوين واصل؟ ليكو هون هون على خدي. قديه طبيعي وقديه عطي جلو للبشرة. ناعم ناعم. ناخد برونزر، منبلش بأي ميلة بالدونت. تابعوني ما بيأثر، تابعوني شوفوا لوين حنوصل. انتبهتوا انه انا ما حطيت خط لفوق مثل ما هلأ دارش نسحب، عملت هيك مشيت على خط الشعر من هون شوي، علم الحنك. ها ما بعرف بأي سنة بس أنا هاي بحبها، هذا أنا أعمله. منحط كمان شوي من البرونزر على منطقة منبت الشعر، نكتر بعد شوي. حخلص البيكينج تبع هيدا البارت وحتشوفه. حنعمل هلأ كونتور للأنف. تاني ميلة على الطرف لميلة فوق، خدوا البرش تكون أنجل لتقدر تستحكمه، عملوا أي فاني فيس بوجهكم تعملوه كرمال تلاقوا عظمة الخد. منجيب بلاش منحطه فوق البرونزر، يعني نحن وقفنا هون برونزر، بنبلش من هون البلاش ونسحب لفوق. بالنسبة للأنف فينا نعلم الأنف، بس صبايا ما بدنا يكون كتير قوي اللون. تاخدوا براش عليها اللون، خط واحد ناعم على الطرف من تحت الأنف، اندمج كل شيء مع بعضه وطلع بعقد، عن جد كتير حلو. حنشيل الباودر هلا من هون. في بعد ستيب موجودة بال 2015 هي بعد، ايه بعد هايلايتر. حنحط بعد على فوق الشفة بميلة ال 2021 بس على الشفة بطريقة كتير خفيفة، بس ما بدها أكتر. ما بدنا ننسى طبعا 2015 هايلايتر على الأنف. حملمية. حنبلش بميلة الدونت ألوان نيود، بس شوف الكونتور كيف كانوا يعملوا.
البلاينر بيكون أغمق وبنرسمه على طرف الشفة وتدريجيا بنفوت اللون لجوا. النيل الثاني كتير محمسة أنا أفرجيكم إياها، لبتنت، يعني أعطيت لون للشفاف وكمان أعطيتهم لمعة. شو بدي أحلى من هيك؟ أي أحلى؟ حطولي بالكومنت، عن جد حابة أعرف رأيكم. الاستوديو عم بقولولي 2021، انتو شو رأيكم؟ ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا من كل النصايح اللي قلتلكن اياها وشو اللي لازم نعمله 2021 وشو اللي دارج. ما تنسوا تكتبولي بخانة التعليقات افكاركن وارائكن الحلوة وكومنتات حلوة متلكن، واكيد ما تنسوا تعملونا سبسكرايب على قناة جمالوكي وتضغطوا على زر الجرس لتكونوا اول مين بيحضر الفيديوز، واكيد متابعة على كل السوشيال ميديا اللي عنا اياها، بالاضافة انكن تحملوا تطبيق جمالوكي، وانا بشوفكن بغير فيديوز. باي.